لف ودور عليا كويس قوي واكلني الاونطه من غير لف ولا دوره. تعالى نيجي مع بعض دغري. يا ريت يا اخي، والمصحف نفسي تيجي معايا دغري وتقول لي انت زورت عقد جوازك من صدفه ليه؟ لما تيجي انت معايا دغري الاول وتقول لي اشمعنى البت دي دون عن بنات العالم اللي انت عايز تتجوزها. نصيب يا اخي، حد ليه يد في النصيب. شفتها حبيتها صدفه. مفيش حاجه اسمها صدفه. لا فيه، بس ايا كان شفتها فين عرفتها فين، انا هقول لك زي ما قلت لجوز اختها، انا مستعد اطلقها في اي وقت. وانا مش عايزك تطلقها. امال هتتجوزها ازاي يا حبيبي؟ بالمحكمه. المحكمه لما تثبت ان عقد الجواز بتاعك في شنكو ومزور هتجوزها انا بعقد جديد مكتوب فيه لم يسبق لها الزواج. يبقى عمرك ما هتتجوزها عشان العقد سليم، والعقد ده لو مزور كانت النيابه حبستني ساعه ما انت عملت فيها بلاغ. هيحصل هيحصل ما تقلقش. ما حصلش. ببعت رجالتك يخطفوها زي ما عملوا قبل كده. رجالتي يالا، هتعملي زي جوز اختها يقعد يلقح عليا الكلام من تحت لتحت. انت عارف ان طارق ما بيلقحش، ملوش في شغل النسوان، وباجي في الوش على طول. رجالتك ما يهوبوش تاني ناحيه بيت صدفه، والفلوس اللي اتاخدت ترجع خلال 24 ساعه، والا قسما بالله هتلاقي منه وش تاني. فلوس ايه يالا؟ انت هتستهبل؟ ال 800,000 جنيه اللي اتاخدوا من اوضتها. انت عايز تفهمني ان البنت المعفنه دي معاها 800,000 جنيه؟ يا عم مالكش فيه، معاها ولا مش معاها؟ اسمع مني الكلمتين دول، انا لا بعت حد ولا اتنين. ماشي، بس انا كنت عايز اقول لك معلومه صغنونه كده. الشارع كان فيه كاميرات، انا بقى رحت راجعت الكاميرات دي كاميرا كاميرا، ما سبتش ولا كاميرا. شفت رجالتك بقى هم نازلين مبسوطين وبيضحكوا بيتغندروا في قلب الشارع كده، وشفت وسطهم مصباح الراجل بتاعك. ربنا يخليهولك. تفتكر حس بحاجة؟ لا. أنا خايفة قوي يا طارق، لا يكون بيراقبني وشافني وأنا طالعة لك. أصل غريبة قوي إن هو يجي لك كده فجأة، دي مش عادته. ما تخافيش يا بت كده وجمدي قلبك. هجمد قلبي إيه بس؟ ده أنا كنت هموت من الرعب وأنا واقفة جوه، حاسة إن هو في أي لحظة ممكن يدخل يقول لي أنت بتعملي إيه هنا؟ يا نهار أسود، الجزمة ممكن يكون شافها؟ دي تبقى ليلة سودة. ما شافهاش، ما تقلقيش، أنا متأكد. طب أنا عايز أعرف بقى، أنت إيه اللي خلاك تقوله على مصباح؟ كده هو هيعرف إن أنا بنقل لك كل أخباره. هو شرب الطعم وخلاص بتاع الكاميرات ومش هيفتح الموضوع ده تاني. نفسي نخلص من الحوار ده بقى يا طارق، ونفوق لنفسنا شوية. قريب. أمضيها الأول وبعدين أقول لها أمك في العش ولا طارت. وأنت ليه كل ده مش عارف تمضيها؟ الحقيقة إن أنا طمعت يا غدودي لما عرفت قصة أبوها دي، ولقيت الغلة حلوة قلت أتقل وأضرب عصفورين بحجر. آه، وتجوزها هي بقى اللي بجد، وأنا تديني السكة. إزاي تقول كده؟ إزاي؟ ده أنت روح الروح يا بت. موضوع أبوها ده هيطول، واللي أنت حكيته عنه برضه يخوف، فحاول بقى تخلص وتاخد اللي معاها قبل ما تكشف السر والملعوب، وتمرجحنا كلنا يا طارق. او عمك يمضيها وما تاخدش من فلوسك جنيه واحد. اسمع يا طارق، الطمع قل ما جمع، حاول ان انت تاخد فلوسك وفلوس عمك وتقفل على كده. صح، انت صح. اشترك في باقات واتشت الشهرية من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية من 149 جنيه و99 قرش.